في الأخبار مباشرة النهاردة إن شاء الله هتسافر بعثة النادي الأهلي للسودان الساعة 4 عصرا استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها يوم السبت الجاي إن شاء الله في إطار الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. النهاردة يعني الصبح وقبل السفر هيكون في تمرين جماعي للفريق على ملعب التتش بالجزيرة، وطبعا النادي الأهلي بيسعى لتحقيق الفوز على بطل السودان في ملعبه هناك لحسم التأهل لدور الثمانية. كمان خلينا نقول لحضراتكم النهارده السداسي الاهلي اللي شاركوا في معسكر المنتخب الوطني لمباراه جزر القمر في تصفيات كاس الامم الافريقيه بينتظموا في التدريبات الجماعيه للفريق. المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني كمان حدد برنامج استشفائي للسداسي العائد من المنتخب الوطني هيبدا بقى تنفيذه النهارده قبل السفر للسودان. بنتكلم عن محمد الشناوي، ياسر ابراهيم، محمد هاني، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه ومحمد شريف. طبعا الاستعدادات لمباراة المريخ السوداني متواصلة بقالها كذا يوم يعني، وكان آخرها حتى تدريبات امبارح. بيتسو موسيماني كان حريص فيها على إقامة تراي ماتش بطول الملعب بين لاعبي الفريق الأول وفريق الشباب بالنادي في ختام فقرات المران بالأمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وأقيم هذا التراي ماتش بين الفريقين على شوطين، وشاهد الحقيقة تنافس كبير جدا بين كل اللاعبين، وده بالتأكيد في إطار تجهيز عناصر الفريق الأول لمباراة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال إفريقيا إن شاء الله بإذن الله. وخلينا أقول لحضراتكم برضو يعني أكيد مباراة الأهلي والمريخ هي مباراة في غاية الأهمية. الأهلي كمان أكيد بيسعى فيها، هنا بنتكلم لحسم التأهل لدور الثمانية. بيتسو موسيماني كان ليه تصريح أكد وقال أنه بيسعى لتحقيق الفوز على بطل السودان في ملعبه. الأهلي كمان هيتوجه للسودان بهدف تقديم عرض قوي بيليق بحامل لقب دوري النسخة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا وأكثر الفرق تتويجا كمان بهذه البطولة. لو هنتكلم بقى موسيماني خلينا نقول بالتأكيد هيعمل خلال الفترة الحالية مع لاعبين عشان يحقق الفوز وكمان يحسم التأهل لدور هنا ربع النهائي. وزي ما موسيماني كمان قال هنا وأكد تحقيق الفوز على المريخ السوداني في ملعبه سيمنحنا فرصة لتحقيق 3 أهداف هي حسم التأهل، الاستمرار في طريقنا لتصدر مجموعتنا من خلال مباراة سيمبا بعد مواجهة المريخ، والهدف الأخير والثالث هو إرسال رسالة لجميع المنافسين وهي أن الأهلي بيسعى دائما للفوز خارج وداخل ملعبه. أعتقد دي رسالة مهمة جدا طبعًا لأن طبعًا البعض كان بيتكلم مؤخرا إن لا الأهلي في الخارج غير في الداخل أو الذهاب غير العودة أو الإياب، لكن إحنا بنأكد إن ده مش الأهلي، بالعكس الأهلي بيأكد دايما إن ممكن يلعب في الخارج زي ما بيلعب في الداخل وربما كمان أفضل، وده كان يعني في الماضي حاصل، فإن شاء الله ده كمان يتم في الفترة اللي جاية. الحقيقة كلام مهم جدا من بيتسو موسيماني، وبالأساس الكلام ده لو حضراتكم تركزوا فيه هتلاقوا أنه بيترجم شخصية النادي الأهلي اللي هو متعود دايما على الفوز. موسيماني كمان قال أن المريخ فريق صعب وكان أقرب وأحق بالفوز على سيمبا في المباراة الماضية، لكنها كما عهدناها دائما هي دي هي كرة القدم. عشان كده موسيماني درس المريخ دراسة جيدة جدا وقال قمنا بدراسة أداء المريخ السوداني جيدا على ملعبه، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق لتحقيق ما نسعى إليه وهو الفوز بطبيعة الحال. خلينا نقول مباريات الأهلي أمام المريخ السوداني والسيمبا حاجة في غاية الأهمية، بنتكلم مشوار بقى بطولة دوري أبطال إفريقيا ولحسم كمان الصعود، تاني حاجة لحسم المركز الأول بالمجموعة اللي احنا كلنا مش هنتنازل عنه، هو كمان المكان الطبيعي للأهلي إنه يكون دايما في الصدارة وده اللي احنا متعودين عليه وهي دي الأرقام وهو ده التاريخ اللي احنا بنتكلم عليه. عايزة كمان أقول لحضراتكم إن جزء من تصريحات بيتسو موسيماني هي جملة كانت عجبتني جدا يعني بتدل على الإصرار خلينا نقول على الفوز تحقيق كمان أفضل نتيجة أو السعي لتحقيق أفضل نتيجة. هو قال تحديدا مش من الضروري أن تكون انطلاقتنا في دوري المجموعات هي الأفضل ولكن يجب أن يكون الختام هو الأفضل. وفي جملة تانية كمان كانت حلوة جدا قالها، قال دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا مثل الماراثون، يعني هو أن نصل لهدفنا في نهاية السباق هو ده ما يعنينا وهذا ما نسعى لتحقيقه في المباراتين المقبلين. كل التوفيق إن شاء الله للفريق ومرة تانية للمنتخب.